يا هلا مرحبا متابعينا ومشاهدينا من جميع دول العالم في مطبخ هني وعافية. هني وعافية دائما نحاول نقدم لكم كل ما هو جديد ولذيذ. اليوم عندنا طبق جدا سهل ولذيذ ومكونات ان شاء الله متوفرة في كل بيت. عندنا هني اللحم المفروم، كزبرة، جبن، وعندنا هني عصير الليمون، عندنا ابزار، ثوم، البودرة الثوم ايضا، وعندنا الطحين، وعندنا هني الكوسة هني فورناها شوي وقعرناها من داخل، طلعنا اللحم اللي هو اللب اللي داخل طلعناه منه طيناه بهاي الطريقة يكون، وعندنا هني اللي هو المكعبات المرق، اي نوع مرق عندكم سواء لحم او دياي اللي حابين انتم تستعملونه، وعندنا هني اللي هو الطماط الفرش او حتى المعلب تقدرون تستعملونه على راحتكم، فلفل اسود وشوي ملح. الحين ان شاء الله بسم الله نبتدي طبختنا بمكونات جدا سهلة ولذيذة. طبعا هذا اللحم الفرش نحن ماخذينه اليوم من كارفور، عندهم قسم خاص باللحوم، شيء جميل. بسم الله عندنا هني اللحم، طبق جدا سهل ولذيذ كلكم ان شاء الله بتستانسون عليه. عندنا هني هذا الابزار العربي، وعندنا هني شوي ثوم ناعم، وعندنا هني اللي هو الطحين، شوي طحين ورشة بسيطة من الليمون ورشة ملح أكيد، هاي رشة البسيطة، وفلفل أسود طبعا اختياري دائما نقولكم اللي حاب. كل المكونات نخلطها مع بعض نعجنها يعني ما يتماسكون بهالطريقة. نحن استعملنا وحطينا الطحين ليش؟ عشان هذا المكون بيربط بين كل المكونات مع بعض. نحط له شوي هني من الكزبرة الناعمة بهالطريقة الجميلة. مكوناتنا كل ما عينتوا زيادة كل ما الطعم عندك طلع أحلى بهالطريقة، واللحم بيكون ناعم بهالطريقة. يكون عندنا جاهز بهالطريقة. الحين إن شاء الله بنكورهم براويكم إن شاء الله كيف. طبعا إذا أنت حابة تقلينهم في الزيت هذا شيء اختياري راجع لك، وإذا حابة تدخلينهم الفرن أيضا شيء راجع لك. يكون بهالطريقة بسم الله خليها بهالطريقة. هاي الكرات عندنا رفتوا حين الطحين ليش؟ خلينا عشان انه يتماسك اللحم والمكونات كلها تتماسك مع بعض بهالطريقة الجميلة. الوان وايد حلوة جميلة بهالطريقة. مكونات مثل ما قلت لكم سهلة وبسيطة، تحبون هالشيء أكلة جدا مغذية أيضا، لأن المكون الرئيسي اللي فيها هو اللحم. دائما الأطباء ينصحونه ولو قطعة واحدة باللحم يوميا بهالطريقة لين ما نخلص المكونات جميعا. هذه الحين ندخلها الفرن، ندخلها هذه. أنا مثل ما قلت لكم إذا حابة تقلينهم، بس إذا بتقلينهم يفضل إنك تحطينهم في البرادة شوية عشان كل المكونات تتماسك مع بعض وتقدرين في الزيت تقلينهم. الحين ننقل هاي نديها للفرن
احنا مشغلين الفرن من فوق من تحت. دائما نفضل الفرن لما مدخل فيه شيء يكون شغله قبلها بربع ساعة. الحين ان شاء الله هني عندنا لين احنا نجهز وننظف الطاولة، شوفوا مكوناتنا على الشاشة، ان شاء الله بنرجع لكم الحين. الحين رجعنا لكم عقب ما استوى اللحم عندنا، نجيب الكوسة هذه وحطينا فيها حبة اللحم بهالطريقة الجميلة. شوفوا الألوان ما شاء الله، شيء جميل وسهل وبسيط، ما بياخذ منك وقت بهالطريقة. ونحن خلصنا كل الكمية اللي عندنا، والحين نضيف له شوي المرق. بسم الله بالطريقة. طبعا الحين ما بنحط له ملح لان احنا دايما نعرف ان المرق روحه فيه ملح. حط له شوي الابزار العربي، ونحط له شوي اللي هو الثوم المطحون، بودرة الثوم، وشوي من عصير الليمون. نخلط هاي كل المكونات مع بعض بهالطريقة الجميلة والسهلة والسريعة. خلطنا كل المكونات مع بعض. الحين عندنا هاي اللحم مع الكوسة جاهزة، فقط نضيف. بسم الله بهالطريقة، خلي اللحم والكوسة كلها تشرب من هالصوص. شوفوا ما شاء الله شيء جميل بهالطريقة. دائما نحاول نغطي كل المكونات اللي عندنا. الحين بنحط له الجبن اللي هو جبن الموزريلا، شو حابين انتو تحطوا له، بس دائما احنا في الفرن نحب نحط له جبن الموزريلا اساس انه يذوب. طريقة بهالطريقة بيكون عندنا. والحين بندخل الفرن، فقط نحن نبغي طبعا احنا بنحاول ننظف الجوانب دائما لان هذا ما نبغي يحترق في الفرن. نحطي تقريبا من 5 إلى 7 دقائق بس ان الجبن عندنا شوي يذوب لان كل المكونات عندنا تقريبا مطبوخه. ندخل الفرن بهاي الطريقة، نخليه شوي لما الجبن عندنا يسيح شوي إن شاء الله وبرد لكم.
طلعنا صينيتنا، اخذت لها في الفرن تقريبا من 5 لـ 7 دقائق لما ساح الجبن عندنا والصوص استوى. الحين ما علينا الا اللمسات البسيطه اللي هي التجميليه. هني دائما انا اقول انت تقدرين يمكن تجملين احلى مني تعدلين، فدائما احنا نخلي لك التزيين شيء اختياري لك. هذا طبقنا جهز، الحين بنسير للطبق الثاني اللي هو نوع من انواع المقبلات اللذيذه والجميله. مكوناتنا جدا سهلة وبسيطة، عندنا هنا مرتدلة، جبن سائل، عندنا الزيتون، الطماط تشيري طماط، وعندنا هنا الثوم المعمر وشوية من الكزبرة، وعندنا هذا التوست حصلناه في كارفور أيضا في القسم مال الأورجانيك، عندهم هذا الأسمر شيء لذيذ. الحين بنسوي لكم المقبلات اللي هي نحن سميناها الليدي بيرد، لان احنا تشوفون التشكيله اللي مسويها الشيء الحلو هذا، فانتوا روحكم حتى تستانسون من هالاسم ويستاهل بتقول من هالاسم. يلا بسم الله نحط له شوي الجبن السائل، شوفوا دائما الخبز الاسمر حق هاي النوع من المقبلات يكون أحلى بهالطريقة. هني المرتدلة نخليها بهالطريقة، نكون احنا قاصين الشيري طماط بهالطريقة شوية، هذه تكون ان شاء الله تكون هنا واضحة للمشاهدين. وعندنا ايضا الزيتون شوية، شوفوا قصينا منه من تحت على اساس نسوي منه شيء جميل. بناخذ شوي من الجبن، شوف بهالطريقة كأنه ياسين نسوي لوحة فنية بهالطريقة. نحط عليها الزيتون شيء جميل، كأنه ياسين نسوي لوحة جميلة. عندنا أيضا هني كأنه هاي بهالطريقة بتكون شيء جميل وسهل وسريع وما أخذ منه وقت، ومكوناته كلها كانت سهلة وبسيطة. احنا طبعا هني جهزنا لكم طبق جاهز، بس بعد بنراويكم وحده بنسوي لكم اياها. نخليها بهالطريقه، دائما هالاشياء تقدمونها كمقبلات بتكون جميله وتلفت انتباه حتى ضيوفكم. بعد ما نسوي وحده بنراويكم ان شاء الله. هذا الجبن السائل بهاي الطريقة، أخذنا المرتدلة صار يحبون هالنوع من المقبلات، شيء سهل وسريع وجميل. عندنا هاي طماط بهالطريقة مثل ما قلت لكم شيء جميل كأنكم ياسين تسوون لوحة فنية. هذا الشيء جميل يكون بهالطريقة، شيء سهل حلو في نفس الوقت ملفت إذا عندنا ضيوف ولا عندنا حد جاينا. يكون نحطيه بهالطريقة تو
طريقة تقديم سهلة وبسيطة وحلوة، مكوناتها جدا سهلة، بس طلعنا بلوحة فنية مش بسلطة، بلوحة فنية. ونوديها حين هذه المقبلات الجميلة اللي سويناها عندنا، نحطيها على صحن التقديم وشوي إن شاء الله بنرجع لكم. رجعنا لكم بأحلى حلو. حلونا اليوم خبز، بس مو بأي خبز، خبز المندازي.
اليوم بنقول لكم المكونات مثل ما عودناكم دائما انها تكون سهله ان شاء الله وتواجده ان شاء الله في كل بيت. طبعا مكوناتنا زي ما قلت سهله وبسيطه. عندنا هني الطحين رقم واحد، وعندنا هني الحليب، حليب بودره وبيضه، وعندنا هني حبه اليانسون او الشمر او نحن نسميها حبه الحلوه، وعندنا هني البيكنج باودر، عندنا شكر، وعندنا خمير، وطحينه شوي بعد بس بنستعمله خلاص. الحين ها الماي هنا ناخذ الطحين، بسم الله نزل كل المكونات الجافه. عندنا هني الحليب البودره، وهاي اللي ينسون حد يسميها، وحد يسميها حبه الشمر، وحد يسميها الحبه الحلوه، البيكنج باودر، الشكر، وهاي الخميره. بس شويه هنا نخلط البيضه اللي عندنا، ابغاها شوي اساس انه يوم بني نعين ما تلعوزين. بسم الله ايها الحين بنعين العينه. عينه مكوناتها جدا سهله وحلوه وبسيطه لتعيبكم. بسم الله نحط الى الماي، طبعا الماي تنزلونه كله مره واحده شوي شوي بطريقه ابغيها عينه متماسكه عشان نقدر نشتغل فيها بطريقه. عينه حلوه وايد، شوفوها ما شاء الله تكسرت حلوه. ما اضفناها لها غير الماي والمكونات اللي قلت لكم عليها من قبل. شويه كانها تبغى لها ماي. الحين دائما نتعامل بمكونات او بطريقه يداتنا من قبل، يعني ما عندنا قياس معين للماي، دائما نكون بهالطريقه. سامحونا عاد القفازة شوي من عوزنا. شوفوا ما شاء الله العينة كيف أصبحت حلوة، شوفوا متماسكة. بس نخليها تخمر لمدة 45 دقيقة، تابعونا شوي وبنرجع لكم. هاي العينة تخمرت عندنا، الحين إن شاء الله بنراويكم أحلى من دازل. جيب لنا شوية رشة بسيطة من الطحين، دائما حطوا بيديكم الطحين أساس إن العينة ما تلصق بيدكم. بسم الله ناخذ هذه العينة بهالطريقة. عينة حلوة شوفوها كيف ما شاء الله ناعمة صايرة. الحين بنفردها شوي بهالطريقة. طبعا احنا هني حطينا زيت، سخنا الزيت، بها شوية اخف من شي تكون بهاي الطريقة. شوف عينتنا ما شاء الله
احنا نبغى نوصل شيء معين، قياس معين، ويكون هنا عندنا قطاعة. بسم الله نقطعها بهالطريقة. تحبون تسوونها أكبر على راحتكم، أنا بقطعها من هنا مثلثات. بهالطريقة مثلثات جميلة. طبعا الزيت هني ساخن عندنا. يلا نقول بسم الله. وانا ابغى الزيت يكون وايد حامي على اساس انه ما يحترق عندنا الخبز. مراويكم عدة ثانية ان شاء الله نفس الطريقة. استعمل دائما استعملوا ايديكم وحطوا الطحين على اساس انه شو العينة ما تلصق في ايدك، يكون عندك عينة حلوة تقدرين تتعاملين معها وتشتغلين بسهولة بهاي الطريقة. طبعا عيني على الخبز. حاول شوفها الحين رد مرة ثانية بهالطريقة. نسويها نفرد العينة. حابة تسوينها أكبر أصغر دواري على كيفك على راحتك، بس هي دائما يعني هاي الخبزة خبزة المندازي تتقدم بهاي الطريقة مثلثات. فردها شوي بالطريقة، بس ننتبه على هذيلة ما شاء الله. نبغيهن كلهن اللون الذهبي الجميل، خليهن تحمران شوي زيادة. دائما يوم بتحطون الخبز حاولوا ان الزيت يكون حار ما يكون بارد، لان لو حطيتوه بارد بيشرب زيت وايد. نجيب القطاعة بهالطريقة بسم الله. صناها من النص وعيني على الخبز اللي حاطت لنا. بسم الله نحط هاي بهالطريقة لين نخلص الكمية اللي عندنا. تريونا شوي وبنرجع لكم. خلص المندازي عندنا، ما بقى إلا التزيين. بسم الله نكون بهالطريقة. طبعا حد من الناس يحط له الحشوة جبن، شيء اختياري دائما أقول شو تحبون أنتو حطوا له. هذا المندازي عندنا، انا برش لهني سكر البودره، واذا انتم حابين طبعا تحطون عليه العسل او الشيره شيء اختياري.
بهالطريقة يكون خبز المنداسي عندنا جهز وخلاص. وطبعاً بحط له العسل، هو بيكون جانبي للحام. هذا طبقنا جاهز. طبعا ما ننسى نشكر شركة إيتالكو إنترناشنال لتوفيرهم لنا لهذا المطبخ الجميل والمريح. وحب بعد نذكر متابعينا ومشاهدينا بأطباقنا اللي سويناها اليوم، كان عندنا اللي هو الكوسة بكرات اللحم، وكان عندنا المقبلات، هاي نوع من أنواع المقبلات اللي كنا سميناها الليدي بيرد، وكان آخر شيء عندنا اللي هو المندازي بطريقة الشيف أم راشد. طبعاً ما تحلى لقمتنا إلا بلمتنا، وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بأطباقنا، ومع السلامة.